تعالوا نروح سريعا لفقرة الأخبار وأهم عناويننا النهاردة. موهبة الزمالك وحسم موقف جمعة، بيشرفنا وبنورنا النهاردة بيناقشنا في أهم العناوين وأهم الأخبار الصديق والزميل الصحفي العزيز الأستاذ عمر البنوبي. عمر، منور الدنيا كلها. منور يا إبراهيم، وألف مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك وكل فريق عملك والأون تايم سبورتس والشركة المتحدة، أنها بتقدم حاجة جديدة ودايما في تجديد وفي جديد على شاشة أون تايم سبورتس. ربنا يعزك ويحفظك ومشرفنا ومنورنا. بداية الأخبار مع خطاب الفيفا، وسمعنا خلال الساعات اللي فاتت إن في إلزام من الفيفا إن إحنا يبقى عندنا مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم. إيه تفاصيل القصة دي؟ هو تفاصيل القصة دي كبيرة وكتيرة، خلينا ناخدها بالتواريخ علشان المشاهد يستوعب حجم الموضوع. في البداية اتحاد الكرة الحالي مجلس إدارة الأستاذ جمال علام موجود من يوم 5 يناير 2022. في ابريل تحديدا يوم 14 ابريل 2022، قرار رسمي من مجلس اداره اتحاد الكوره باقاله البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم. ايوه، لحد هنا الامور طبيعيه. لكن ما بعد ذلك انه بعدها بايام قليله تم، ودي الكواليس بقى، تم تعيين قائم باعمال المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم على سيستم الكاف والفيفا. مين هو؟ هو الأستاذ حاتم سرور، وهو من مسؤولي اتحاد الكرة. وحتى الآن في قسم إيه أو في، هو في أحد أقسام اتحاد الكرة، أقسام إدارية مش فنية. إدارية، لكن لازم يكون موجود على السيستم الكاف والفيفا اسم قائم بأعمال المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لحين التعاقد مع مدير فني بشكل دائم، مدرس فرنساوي لغاية لما نجيب مدرس بنفس الصيغة. حصل أنه برضو بالتواريخ يوم 24 أغسطس 2022 تم تعيين الدكتور جمال محمد علي مديرا. معلش، ده امتى يا عمر؟ 24 اغسطس 2022. ايوه، الدكتور جمال محمد علي مديرا لاداره المدربين بحسب الاعلان الرسمي لاتحاد الكره في هذا التوقيت. ومن من تاريخ 14 ابريل 2022 اتحاد الكره المصري بدون مدير فني للاتحاد. هي دي تسلسل الحكايه حتى الان. حتى الان الاتحاد بدون مدير فني. ايه هي اهميه وجود مدير فني للاتحاد، اتحاد الكوره، وليه الفيفا يعني بقى شبه الزام دلوقتي انه لازم اتحاد الكوره المصري يكون عنده مدير فني؟ في مشكلتين ظهروا على السطح خلال الفتره اللي فاتت هما اللي عملوا ده. رقم واحد، ان اتحاد الكوره وزيه زي كل الاتحادات في العالم المفترض انه مشترك في برامج الفيفا فورورد والدعم اللي بيجي من الفيفا للاتحاد المصري لكره القدم لتطوير اللعبه. علشان ده يحصل لازم يكون الاتحاد المصري لكره القدم عنده مدير فني للاتحاد، لانه مسؤوليه المدير الفني للاتحاد هي وضع الخطه والسياسه الفنيه لاتحاد الكوره، للمنتخبات الوطنيه، لمسابقات الناشئين. هو بيختص اكتر بالتاسيس والتكوين، مساله الناشئين، مساله مسابقات الناشئين بالكامل، الاختيارات الفنيه للاجهزه الفنيه للمنتخبات. بالمناسبه دي مسؤوليه المدير الفني لاتحاد الكره مش مجلس اداره اتحاد الكره. الاكثر من كده انه مسؤول عن التطوير، تطوير المدربين والرخص التدريبيه. لكن تخيل ان كل يعني الشغل ده المفترض المدير الفني للاتحاد هو مسؤول عنه. اللي حصل انه مجلس اداره اتحاد الكره نفذ الجزء الاكبر من شغل المدير الفني للاتحاد وهو مش موجود، لان مفيش مدير فني للاتحاد، فعين اجهزه فنيه للمنتخبات الوطنيه بالكامل. أيوة، من اول المنتخب الاول لحد منتخب حتى الشباب. 2007 و2009 وكله، ومنتخب شباب وكله. وبالمناسبه برضو من مهمه المدير الفني لكره الاتحاد الكره النسائيه، مش بره اختصاصه كمان. ايوه. النقطه الثانيه وهي تطوير المدربين، فاتحاد الكره اسند الملف ده للدكتور جمال محمد علي كمدير اداره مدربين حسب اعلان اتحاد الكره الرسمي. امبارح اتحاد الكره بشكل غير رسمي كده قال يا جماعه والله احنا ما عيناش الدكتور جمال محمد علي مدير فني لاتحاد الكره، ده هو مدير التطوير. طبعا منصب تاني غير اللي تم اعلان تعيينه عليه، اللي هو اصلا المفروض واحد من التاسكس اللي بيعملها المدير الفني للاتحاد، المدير الفني لاتحاد الكره. وبالتالي المفترض ان المدير الفني لاتحاد الكره هو اللي بيختار كل اللي احنا قلناه دلوقتي، اللي هو خلص. يتبقى لمجلس اداره اتحاد الكره الحالي بعد الدورة الأولمبية اللي جاية دي على طول هتكون الانتخابات. فبالتالي إذا كان دور المدير الفني لاتحاد الكرة هو التخطيط، أيوة، واختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات وتطوير المدربين، فإذا جبته بكرة أو جبته الشهر الجاي هيخطط لعشر شهور. الكلام طب سؤال يا عمر هنا، الاتحاد الدولي بيديك وقت معين محدد
تعين فيه المدير الفني للاتحاد؟ مش مسألة وقت محدد، انت عندك قائم بأعمال، لكن مش هتقدر تاخد الدعم بتاع الفيفا وبرنامج فيفا فورورد والتعامل مع الفيفا. وفي نقطة أهم لسه هقولك عليها، انه انت اكيد تابعت، كلنا تابعنا في شهر يناير اللي فات تقريبا بدأت رخصة التدريب لايسنس A لأول مرة موقوفة من 2017 تقريبا، ما بنديش رخص من مصر. فتحوا وعملنا الرخص للمدربين. أنا هقول لك مفاجأة دلوقتي وعلى مسؤوليتي وتأكدت منها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، مدربين اللي حصلوا على الرخصة A من اتحاد الكرة المصري حتى الآن لم يحصلوا على الرخصة بشكل رسمي. تم عمل زي. حفلة اتعملت حفلة استلم فيها المدربين دول اللي هي في ختام الدورة، استلموا فيها شهادات من الاتحاد المصري اللي شفنا الصور بتاعتها بالظبط ان هم حضروا الدورة، لكن الرخصة نفسها هم أخدوا الكود بتاع رخصة إيه وموجود على سيستم الفيفا، لكن لازم تتبعت لكل مدرب على الميل الشخصي بتاعه. ده ما حصلش بسبب أنه ما فيش مدير فني لاتحاد الكرة، ومش مسؤولية دكتور جمال محمد علي. وبالعكس كمان فيفا اشتكى في بعض الأوقات لمسؤولي اتحاد الكرة من أنه أنتم ما عندكوش مدير فني للاتحاد، بنبعت لكم اجتماعات زوم احيانا ترشحوا فيها دكتور جمال محمد علي. ايه السبب عمر انه ما فيش تعيين لغايه دلوقتي الاسم يبقى مدير فني اتحاد كوره؟ لو رجعت اولا داخل الكواليس في ضغوط من الاستاذ جمال علام انه عاوز يعين الدكتور جمال محمد علي مدير فني للاتحاد. لكن بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، منهم كابتن حازم، منهم كابتن بركات، منهم الدكتوره دينا الرفاعي، منهم الحاج عامر حسين، الاسماء اللي بقولها لحضرتك على الهوا دي، بيقولوا لا احنا عايزين مدير فني للاتحاد فعلا يقوم بدور كويس ونجيب اسم تاني، لانه الدكتور جمال محمد علي قام بدوره في شغل رخصه التدريب وشغل اداره المدربين. فانا طالما تعاقدت معاه على انه مدير اداره مدربين، ما ينفعش دلوقتي اقول له تعالى اشتغل مدير فني للاتحاد، بخلاف ان الواقع بيقول ان المدير الفني للاتحاد ايا كان اسمه هو هيجي ومش هيشتغل، لانه انت بتتكلم خلاص ان كل الامور المفروض يشتغل، الواجبات اللي هو المفروض كان يعملها اوريدي هم عملوها خلصت. والمفترض انه كان يتم بمجرد انتخاب اتحاد الكوره في 5 يناير 2022، واذا كان قرار اقاله فينجا ده جاهز كان لابد من بعدها باسبوع بالظبط يكون في الجلسه اللي بعدها تعيين مدير فني جديد. المفروض انت بتمشي في فينجا ده انت عارف انت هتجيب مين مكانه بالظبط. فده ما حصلش. الفيفا اشتكى اكتر من مره لحد ما جه وقف الموضوع على فلوس الدعم. طالما الموضوع دخل فلوس الدعم لازم هنجيب مدير فني لاتحاد الكرة نعرف ناخد الفلوس، حتى لو احنا خلاص خلصنا كل الشغل اللي المفروض يعمله. بالنسبه مارسيلو كاسن، وده اشهر اسم من المدرب، هو هولندي اشهر اسم في الجزئيه دي، كان تكنيكال دايركتور الاتحاد الاماراتي لحد السنه اللي فاتت ورفض يجدد عقده. ده اشتغل مع اتحادات هولندا، المانيا، نادي ارسنال في تطوير المدربين، عمل البروجكت بتاع هوفنهايم. الراجل ده قال لي كلمه جميله جدا، بيقول لي وايه اللي بيحصل عندكم في اتحاد الكره المصري؟ فشرحت له اللي حصل، تعيينات الاجهزه الفنيه، رخصه. قال لك اكيد اديني عقلك. لا، قال لي كلمه جميله جدا. قال لي مش معقول ان يكون في حد في العالم في اي اتحاد كوره بيبني الهرم من القمه مش من القاعده. والكلمه دي تلخص كل اللي حصل في ملف المدير الفني. والله دي اقدب كلمه الراجل ممكن يقولها. يعني بصراحه اللي عمر حكاه لنا ده من اللخبطه اللي حاصه في الملف بتاع المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، حاجه كده يعني ضرب من دروب الجنان واللخبطه والمهلبيه اللي احنا ممكن نكون بنشوفها في المفروض في الاتحاد اللي بينظم للكوره عشان على اساسه نشوف الكوره بتاعتنا تبقى افضل. يعني